جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. من ذلك اللي كانت تشوف سيني جاب عياد بعث لي سيناريو قريته وعجبني، قلت له داكور نصوره. أنا نحب نصور، موافق. دونك ما صورته كم أني معجب بالسيناريو. الحاجة اللي ما كنتش متحضر لها اللي كونوا التونسي فد من السياسة تتخسر. ولا شفت ستاكس اللي هو مش مهم برشا في المسلسل، اللي هو حكاية فارغة، ولكن هو كما نقولوا احنا قطعة باش يزن قطعة أخرى باش نفهم بها قطعة أخرى. تكون فيش كده. دونك الأكثر متاع البوليتيك اللي حسيت يكون التونسي ما قبلتوش بتخاطر فدت من السياسة. مي هو ما كانش هو الأكس مهم، سيتي جيست اون غاميفيكاسيون بارمي دوتر باش يوصلنا لحكايتنا اللي هي المهمة، اللي هي الفنداتا الفانجونس بتاع حنين وحسونة. وسي فما حاجة أخرى اللي خلت سألوني عليها برشا لأني ما كنتش محتاط لها، اللي هي الفلاش فورورد. شو معناها؟ فما الفلاش باك، فما الفلاش فورورد اللي هو نعطيك قطعة من المستقبل. شو معناها؟ بروجيكسيون نوعا ما، جو بروجيت للقدام، يلا مش تستنى هذا حاجة كيف ما هي. ابسوليمون، كي نشوف حسونة قاعد يتعذب وهذا وفيه، ومن بعد نشوفه يحكي مع حنان لاباس، العباد قالت لي شنو اخي حسونة قاعد يستخيل، قلت لهم لا سي جوست قطعة من حاجات مش توصل، اللي هي بتاتر في الحلقة 20 باش يفهموها العباد. اللي باش بقول هذيك تتقطع من المستقبل اللي مش تشوفه، وبعد بعضنا كي متفرج باش نمشيو بعضنا حتى الحلقه هذيك باش تفهم علاش حطيتك تو اكلي فلاش كما باش تفهم شنو اللي صار. كي تتعامل مع ممثل، انا نحب ممثل نحبه خاطر خيزون كون بيرسوناج اللي نحبه برشا، دونك وقت اللي نتعامل معاه تحس في دون سون روغار ان ليان سي بيناتنا. سوليا هذا اللي هو فيه برشا، ما عرفش يعني فيه برشا حب، فيه برشا في ليموسيون لي هكا ليشانج معناها كي تزور له ليشانج مثلا ديك البراتفير اللي انت هيك ما انشلخش بين المخرج وبين الممثل، ما فماش تفهم فيه، تحس كان الممثل غير على البروجي يحب يعطي البلوس او كلكو سونس كرياتور مش اكزيكوتور، مش تقول له اعمل يعمل لك، لا تقول لك نعمل لك مي شو رايك، ماهوش في الفاز دو كونسوماسيون اكثر منه، زاد هو يعطي من عنده صحيت يعطي من عنده، هو ما نقولش عليه هو زاد كرياتور donc il te présente le plus on t'a tiré au dessus. Femme, مثلاً femme بعض المشاهد مثلاً اللي تبعناها ولا اللي مازالت باش تجي، كان فيها نوع ما كل امبروفيزاسيون، فيها مثلاً التالون تاع الممثل انه صنع لك حاجة من عنده وقلت فوالا هذا شنو حاجتي، كل sans exception بجدد بالقدم، بجدد بالقدم يعطيك حاجة زيادة اللي تقول سي معناها الحمد لله لما جي قدامي الممثل الفلاني، كان جاي ممثل الاخر اهتمامي ما يعطيكش البلوس هذاك، علاش؟ خاطر حسيت كونه غاير عنده، بالنسبة فما حاجات جدد أول مرة نشوفوا من نجبدوا عليهم في تونس، ما عادش يعني لاكس تاع بوليتيك، عملنا بلوتو دي روبورتاج، ما عملناش حاجة أكس فريمون بوليتيك، ونشوفوا كيفاش تصير عملية، ما عادش كيفاش نلونسي تل كونديدا، وشنو نعمل باش نكسر الكونديدا الآخر، باش نطلعوا في سونداج، البيوع والشراء تاع السونداج، فاتت هذه الكل، تيقالة حتى حمودة قالوا تهم شيء السونداج والزوز كنت باشير. تبين فيها توس بيزنس اللي يصير تحت الطاولة متاع البوليتيك، اللي هو غيمون تعش منها بوليتيك من سلطة البيت البوفوار، تبين فيها في وقت حتى آزر في فيزيكونس قال تحب تنطيح قنبلة في دار الفلانية البوليتيك توفى في تونس تلمون سو توس ريوني في بلاصة الفلانية اللي هي وقت عاش تعديت الحلقة متاع موت فاطمة وغيرها. مازلت شو تشوفها؟ مازال لا فما حتى تكنيكمون بارلون فما حاجات اول مره تصور في تونس مثلا، تونس تشوفهم. علاش قلت لك يعني مش متخوف من المتفرج التونسي، خاطر باش يشوف حاجات تقول صار هذاك علاش عدينا نقول هذا ورينا هذا، مش سير لك الفوس بيست وبعد باش يكون تياتر باش نتاكد مش يعني. جوهره اف ام، جوهره اف ام، الدنيا وما فيها.